الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل في سورة الانفطار: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وسمي هذا اليوم بيوم الدين لأنه اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحياة الدنيا يوم العمل، والحياة الآخرة يوم الدين أي يوم الجزاء. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. غدا أي اليوم الآخر، حساب ولا عمل أي أنه يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال. ولهذا سمي اليوم الآخر بهذا الاسم يوم الدين، ومعنى يوم الدين أي يوم الحساب، ومنه قوله: أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي سورة الفاتحة: مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والمجازات. ومن أسماء ربنا عز وجل الحسنى الديان أي المجازي المحاسب. ففي حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. أي يجازي ويحاسب تبارك وتعالى بالحسنات والسيئات، والقصاص كذلك يكون بالحسنات والسيئات، فيقتص للمظلوم من ظالمه ليس بالدينار والدرهم، لأن هذه كلها تنتهي في هذه الحياة الدنيا. ويوم القيامة يوم الدين ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم، وإن فنيت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم، كما في حديث المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فيؤخذ
من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى شأن هذا اليوم وبين هول هذا الخطب بقوله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، فهذا الاستفهام لبيان هول هذا الأمر وعظم هذا الخطب وكبره، وأنه أمر عظيم غاية. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثلاث نكرات في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس أي مهما عظم قدرها وعلت مكانتها وارتفع شأنها، لنفس مهما كانت عزيزة لدى الإنسان حبيبة إلى قلبه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شيئا أي ولو قدرا يسيرا، ولا حسنة واحدة، ولا أيضا يقبل أن يتحمل عنه سيئة واحدة، ولو كان من أعز الناس عنده وأحبهم إليه لا يقبل ذلك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، أي للملك الديان سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث آخر يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم العظيم يقضي جل وعلا بين الخلائق، ومن كمال عدله ولطفه ومنه سبحانه وتعالى وحكمته يجيء عز وجل بنفسه، كما أخبر في سورة الفجر بقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة في ذلك اليوم مطوقة للخلائق صفوفا من وراء الصفوف محيطين بالخلائق، فيجيء الرب عز وجل في ذلك اليوم للقضاء بين الخلائق. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والعاقل يعد لذلك اليوم عدته ويستعد لهذا اللقاء. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لقي الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا فقال له: كم بلغت من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهاية الطريق؟ أو ما علمت أنك في طريق إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنه سائلك.
وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذا الذي قاله الحسن رحمه الله تعالى جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أورده الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيح: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. قد يكون الذي بقي على الإنسان في حياته الدنيا أيام قلائل، والذي مضى سنون طويلة، فإن أحسن في أيام في أيامه التي بقيت وإن قلت غفر له ما قد مضى وإن كثر. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، جواد كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح، وأن يصلح لنا شأننا كله، ونسأله عز وجل ألا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.